وسط تعزيزات أمنية مكثفة شهدها شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، نظمت جبهة الخلاص الوطني مسيرة جماهيرية بمشاركة عدد كبير من مؤيديها للتعبير عن رفضها ومقاطعتها للانتخابات التشريعية وللمطالبة بالعودة إلى ما قبل إجراءات الرئاسة في 25 من يوليو العام الماضي. البلاد اليوم بعد دستور يشهد العالم معناها بال محافظته على الحقوق والسياسية والاجتماعية وربما بشر بتنمية اقتصادية. اليوم نلقاو رواحنا الحمد لله بجرد قلم رجعنا الغادي من وين كنا. نعم معارضين مسار 25 جويلية، فما ذا على خاطر مسار غير ديمقراطي، فما ذا وغير قانوني. ويرى مراقبون أن جبهة الخلاص الوطني تحاول من خلال التظاهرات التشويش على المسار الانتخابي المزمع في 17 من شهر ديسمبر الحالي. نحن في تونس نعرف على مرمى حجر من الانتخابات التشريعية، من هذا الاستحقاق الانتخابي، هناك من ينتظر هذه الانتخابات، ولكن اليوم من جديد المعارضة أو جزء من المعارضة ينزل للشارع من أجل محاولة التشويش. أولا تشويش هذه الانتخابات، يريد إفشال هذه الانتخابات وبالتالي إفشال المسار الذي رسمه الرئيس قيس سعيد. وبالإضافة لجبهة الخلاص الوطني، أعلنت أحزاب الدستوري الحر والعمال والتكتل والجمهوري مقاطعة الانتخابات التشريعية ورفضها لخريطة الطريق الرئاسية، ويأتي ذلك بينما تدعم عدة تيارات سياسية أبرزها التيار الشعبي وغيرها توجهات الرئاسة وصولا للجمهورية الثالثة. قبيل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في البلاد، المعارضة التونسية تنزل إلى الشارع للتعبير عن رفضها ومقاطعتها لهذه الانتخابات وسط استمرار حالة التجاذبات السياسية. ياسر دبابش، الغد، تونس.